يعني النتيجة تبدو جيدة بالنظر لإقامتها خارج الأرض، بل والمصري كان ممكن يحقق فيها انتصار قبل ماتش الإياب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعتبر نتيجة إيجابية. ضيعنا ضربة جزاء وضيعنا فرص حقيقية مؤكدة، ولكن برضو هنقول أول مباراة مع مدير فني جديد وبالقوام الرئيسي بتاع الفريق للموسم المنصرم، وبأمر الله تعالى نتكاتف ونعوض إن شاء الله، أو مش نعوض، بأمر الله ننهي المباراة في مباراة العودة بأمر الله تعالى، ونكمل إن شاء الله إن شاء الله الدور ال 32 مكرر، ونحاول نوصل بأمر الله بأمر الله لدور المجموعات بالقوام متكامل بتاع إن شاء الله بإذن الله. يمكن في تحديات لأن المصري بقاله سنوات كان بيحاول ابتعد عن البطولة نفسها النسخة اللي فاتت، فعودة بتحديات وطموحات وهي تتويج مع مدير فني كمان عنده خبرات، شايفينها ازاي استاذ عدنان؟ لا والله، هو النادي المصري متعود، يمكن الاستاذ سمير حلبيه رئيس النادي متواجد 6 سنوات في النادي، منهم 5 سنوات رحنا لافريقيا، ب5 سنوات. والسنه اللي فاتت يعني قدر الله ما شاء فعل، كورونا يمكن كانت ضربت الفريق كله الموسم اللي فات النص الثاني من الدوري، يمكن حضرتك تفتكر الكلام ده طبعا، والمباريات المؤجله وخناقات المباريات المؤجله مع مجلس اتحاد الكوره السابق يعني الحمد لله النادي المصري ده مكانه الطبيعي ان هو بيشارك وبيمثل مصر في ونادي كبير وبقى له 100 سنه واكثر، يعني ده وضع طبيعي ان هو يشارك في ان شاء الله موفقين باذن الله، ومباراه العوده تكون يعني تكتب تاهل المصري للمرحله التاليه باذن الله.